الفريقين معنا. يسعدني ان يكون معي محلل تفاصيل المقابله سي محمد زحزوح. اهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا وتحيه من جديد في اليوم الثاني. مقابله من المقابلات القويه سي محمد. اليوم كنشوفوا الدومي فينال الاول والحديث على الفريقين المهمين اللي هما الماس المغرب ريالي فاسي وفتح طنجه وجوج ديال الفرق اللي تبحث باش انها تقدم نفسها بصوره جيده هنا في المنافسه ديال كاس العرش بخبره باسماء مهمه جدا من الفريقين معا. لاباس نعطيو التشكيله ديال الناديين سي محمد باش يبقى الجمهور على اطلاع من خلال المنافسه. نعطيك التشكيله ديال فريق المغرب الريالي الفاسي. مريض حر انا شفتيني مريض فاسي وارجيت فاس. تفضل. الو رقم 4 رضا حراس، رقم 5 مبوج، رقم 6 عتيق يونس، رقم 7 مسروري عمر، رقم 8 ابو سالم محمد، رقم 9 ومالك هشام، رقم 10 ويلسون كينيت، رقم 11 بوعبيد اسماعيل، رقم 12 هو ريباسيم العميد الفريق، رقم 13 بورتير، رقم 15 ادريس يونس. نعم، اذا بالنسبه لفريق اتحاد طنجه فهناك زواني حمزه، هناك جيمي ويليامز، نبيل العمراني، هشام الزيطري، لاتان، داين دنور، وائل حبيب، نادي بلالا، هاني الصالحي، ويلكنز جون، رضا ادريسي غاليمي، ايرت واتسون، اسامه جيراد. هي التشكيله ديال الفريق اللي هو فريق اتحاد طنجه، ولقاء يعني من اللقاءات المهمه بين الطرفين. سله اخرى تاتي في هذه اللحظات وحنا كنتابعوا اجواء ديال هذه المقابله وهذا اللقاء المثير، وكنتابعوا ايضا المردوديه ديال الناديين على المستوى التبري وشكون اللي بامكانه انه يتالق هذا اليوم. مشاهدونا رضا حراس محاوله يسجل سله بشكل جيد من جانب عناصر فريق المغرب الريالي الفاسي. اسمحنا انطلاقه جيده خاصه من طرف رضا حراس، دخل في المقابله في الدقيقه الاولى. ما ننساوش هذه المقابله عندها واحد الاهميه لانه الفريقين معين تقساو من في البطوله، وباقي دابا قدامهم لهذا النصف النهائي باش اللي غادي يوصل ويلعب نهائي كاس العرش. نعم، وجيمس جيمي انا جيمي كان كيحاول باش انه يرفع عن الكره هذه ولكن ما تمكنش من انهاء بشكل جيد. 6 ديال النقاط مقابل 2 وحنا كنعيشوا الغمار ديال المنافسات القويه من جانب عناصر ديال فريق المغرب الريالي الفاسي. هذه فرصه خارج القوس مع امكانيه ديال البحث على الفرص اللي بامكانها تحمل جديد، ولكن في اخر المطاف تضيع. تعود من جديد محاوله هجمه من جانب الزوالي، الزوالي ينطلق، حمزه يلعب كره ديالو غانيمي. تمريره ممتازه ديال حمزه، وتا المتابعه ديال غانيمي كان في بوزيسيون جيده. اداء الجميع انه يكون بصوره جيده وبحضور مميز من جانب الطرفين في مواجهه اليوم، مواجهه قويه التي تحمل العديد من الاشياء المثيره والبحث المستمر لمعاينه المردود الخاص بهذه المباراه. يكون احسن افضل كره من جانب الجيمي ويليامز، يحاول ما كان المباراه لغانيمي. غانيمي فرصه ممتاز غانيمي لا سجل هذه ضيعه والمحاولات العديده الان كان افونسي شويه البواني ديالو. اه وي تمريره ممتازه في طبع القوه والخطا في الدفاع. سي محمد مدينه طنجه من جديد يعني غنعيشوا فيها الحلاوه والحماس ديال كره السله الوطنيه وخاصه في المنافسه ديال كاس العرش بالاداء اللي يمكن نقول بانه اداء جميل جدا بين العناصر اللي حاضره اليوم واللي كتبحث باش انها تتالق وتكون بصوره جيده. سكور 8-4 فرصة فوت ديال ويلكنز. نعم خطأ ديال اللاعب ويلكنز. إذا مشاهدونا جون ويلكنز على الصورة 8 مقابل 4 5 ديال الدقائق تقريبا، نقولوا 6 ديال الدقائق وقل منها بقليل على نهاية الربع الأول. انطلاقة مهمة. شوف معايا المحاولة نزيد من جهة فريق المغرب الريالي الفاسي، دخول داخل القوس من باسم هواري. هذه محاولة يونس الإدريسي بعد ذلك كذا كتصبح من جديد هجمة مرتدة لصنع عناصر فريق اتحاد طنجة. يعني محاولة الآن لرفع جيمي كيحاول أنه يدير أن كونتر أن ساعة كانت بون ديفونس وداخل القوس وبعد ذلك شوف معايا هنا الطريقة ديال الدفاع ديال فريق المغرب الريالي الفاسي. رضا حراس عمراني كان يكمل كينطلق بالكرة ديالو
تشكيله ديال فريق المغرب الرياضي فاس سي محمد، كنعتقد بان تشكيله مدججه لاعبين متمكنين. ولا جينا ناخذوا رضا حراس لاعب دولي الفريق الوطني، غني يونس الادريسي كذلك، باسم الخبره ديالو لاعب دولي سابق ولا زتيل النيفو ديال كينيت وبورتر حتى هما عندهم نيفو انترناسيونال، كيبقى واحد الخماسي جيد. كذلك في اتحاد طنجه راه كنلقاو ويلكينز، راه كنلقاو غاليمي، كنلقاو جيمي، هادو كلهم حتى هما عندهم مستوى دولي. نعم، 8 ديال النقاط مقدر مع لي فرصه وي. محاوله او ترتطم بالحلق، كترجع لجين عن غاليمي، هذه محاوله من جديد، فرصه بناء ديال العمليه الهجوميه من جهه الزوالي وكتضيع، كتمشي عند جيمي لا لا كترتطم بالحلق، جميله جدا. سي محمد، قبل ما نكملوا الاجواء الخاصه بهذا المنافسه اللي هي في نصف النهائي الذكور، نديروا واحد الاطلاله ونرجعوا شويه للمباريات ديال اليوم. امس على مستوى عنصر السيدات جوج ديال المباريات قويه، فرزات جوج ديال الفرق كتمر للمقابله النهائيه. القراءه ديالك في النهائي بين فريق والنادي المكناسي؟ لا، القراءه النصف النهائي ديال فريق الشباب الريف الحسومي كانت مقابلة قوية مع الفريق الجيش الملكي، كيف كنقولوا كانت ممكن تكون كاع النهاية، احتراما للخصم الاخرين الكوكب المراكشي والنادي المكناسي، وشفنا الفرق كان غير خمسة ديال النقاط في اخر لحظة. كيبقى دابا النهاية اللي غتبقى ما بين النادي المكناسي وشباب الريف الحسيمي. محاولة من جديد من جانب الزوالي، حمزة يحاول ما امكن انه يمرر لجيمي ويليامز، فرصة وفي اخر مطاف ترتطم بالحلق وتضيع، تعود من جديد لصالح عناصر فريق اتحاد طنجة عن طريق المتألق جيمي ويليامز. وعلى الصورة غانمي الى غانمي المميز 10 مقابل 4. طنجة لاعبين شوية على الاكستيريور، على التيرا مي ديستونس، وحد الساعة على ريشيت راه ما كايناش. وهنا شنو الحل؟ واش خاص الجو انتيريور، خاص الواحد يحاول جو انتيريور جو اكستيريور. شاف معايا هذه المحاولة، فرصة من جانب غاليمي، غاليمي 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 يضيع، غاليمي يضيع، اللي غادي يعمل مرتدة مضادة من جديد من عناصر فريق المغرب الرياضي الفاسي. بورتير المميز في صفوف فريق المغرب الرياضي الفاسي. بورتير، شوف انا بورتير كنشبهو بالحريشي، اللاعب ديال المنتخب الوطني المغربي ما نقولش ديال الوداد، لانه سريع. الطريقه ديال العمليات ديالو، الطريقه باش كيسرع ملي كتكون عنده الكره، لاعب سريع، هادو مهارات. عندك الساروت ديال المغرب الفاسي في الدفاع وهو بورتير. بورتير سي تقريبا كنيا نقول لك 70% في الفريق ديال المغرب الفاسي. من نظر التشكيله ديال الفريقين، من نظر التشكيله والطريقه اللي كيلعبوا بها الفريقين، وخاصه الاسماء، نهضروا على الاسماء اللي متواجده عند الماس واللي عند اتحاد طنجه، كيفاش كتشوف المواجهه دي؟ واش كتظن بانه ممكن تكون متقاربه ولا لا؟ كاين ان ليكيليبر سوف او نيفو ديال البورتير. بورتير الموزي اللي دغيا، بورتير بحال غادي نقولوا الخلفي في الايام ديالو، ولا غنقولوا السواري الله يرحمه تقريبا لينا، وسي داك الموزي اللي غير كيشد الكره دغيا، كيدير واحد لا ترانزيسيون رابيد في الهجوم، وكيحاول يمشي كاع ان كونتر ان. وبورتير ملي كيمشي لاكسيون ديال لاتاك، راه كيكونوا ثلاثه د اللعابه اللي تابعينه. سؤال اخر، اش وقع اتحاد طنجه بعد النقاط لحد الساعه؟ لا، باقي ما وقع والو، غير 12-4 سي لا ريوسيت اللي ما كاينش. لا، 12-4 هذاك كانه راه كاين دو باني من التحت، غير الحظ ما ساعدش الغاليمي وكنتسجلوا، راه كان غيكون السكور غير 12-8. وشاد معايا لانه لي زاكسيون كاينين، هما لي زاكسيون كاينين ديال لاتاك، ماشي ما كاينينش، غير ما كاينش الجرعه ديالو ما كاينش بالفعل. الماس لا، الماس الكونترير، داكشي اللي عند اللي كيوصلوا لا كيسجلوا. نعم، واخا هذه محاوله من جديد، برافو لاباس عناصر ديال فريق اتحاد العمراني. فرصه عمراني، وقع بورتير، بورتير كيلعب الكره ديالو، كيمشي بشكل سريع خارج القوس، غادي يحاول باسم، هذه محاوله يونس الادريسي، او لا لا، جميله جميله، طريقه غير في روعه. الماس اليوم يستعرضون المهارات ان صح التعبير، حتى على ريوسيت توتال. لا، ها هما انتير اير بول من عند دولانور، اير بول من عند دولانور. الاداء زيلكو باقي ما لقاش الخماسي اللي غيدخل في المقابله، عكس ما الخماسي اللي دخل في المقابله في فريق المغرب الفاسي. كل شيء ممكن في مباراة اليوم وفي لقاء اليوم. عندنا جوج المدربين سي محمد نتحدثوا عليهم، عندنا زيكو وعندنا بلال فايد. بلال جوج ديال كلهم القيمة ديالهم، كلهم عندهم خبرة في البطولة الوطنية.
وزيلكو عنده ان تيتر مع الفريق الوداد. هذه محاوله من جديد من جانب بورتور كذا على الكره كاين الفوت هذا الكره حاولة فرصة آخر مطاف كبدا بيان في أوربيتر أداء لحد ساعة كيبان على أنه قابل باش أنه يقدم فرجة وإثارة أكثر من جانب عناصر لا فريق تاع طنجة ولا فريق المغرب الرياضي الفاسي. المعنوية ديال النصر الآن أحسن وكتحس بانه المغرب الرياضي الفاسي بعد البلاي اوف ديال البطوله باغي يعوض كاس العرش. بطبيعه الحال هي اللي بقات ليه. برافو بيا حجيره. نعم بون ديبار. برافو حجيره اللاعب السابق لمصر اللاعب اللي جا ورا المغرب الرياضي الفاسي. انا كنقول برافو على الاكسيون اللي دار. كيفاش عرف كيفاش يدوز شاد معايا بورتير كيبقى صاحب الحلول. اليوم غادي يخرج بشي 30 بوان تقريبا غادي نشوفوا هنا فوت كاينه بيان في بيان في بعدين لا فوت كاينه لا فوت كاينه لا فوت على الهاني صالحي. محاولات تظل مستمره بين الطرفين في انتظار يوم نتيجه جيده. تفضل سي محمد. التحكيم اليوم كاين باقيل كاين زياد كاين التمديتي من خيرة الحكام وكيف نقولوا شاد معنا حاولة فرصة خارج القوس على ديفيرونس هي هادي تسجل هادي لا ديفيرونس كتسجل سي بون كتفلت كتولي دو بوان عند الماتش. هذا اللاعب داون دين لاثان اللاعب المتميز صراحة في شو فريق اتحاد طنجة. هناك متابعة قوية احنا كنتابعوا اخر الثواني على نهاية الربع الاول من عمر هذه المواجهة. بورتير وفي اخر مطاف تبدا الكرة المطاف. لاعب الصالحي ما عرفش كيفاش يدافع على بورتير سي لا تروزيام فوت متابعة اللي كيدير. محاولات عديدة مستمرة باش تدافع على بورتير خصك تخليه ما يشدش كرة لا شد كرة صافي سي فيني. الأولى تسجلات محاولات عديدة بين طرفي ثانية كذلك هاني حجيرة وي ممتازة التمريرة فوت فوت ديالو مالك اداء نتمنى ان يبقى مرتفعا وجيدا باش الجمهور يستمتع بشكل احسن وافضل في هذه المنافسات. سي محمد زحزحي المحلي ديالنا في هذه المواجهه و هنا تغيير اللاعب هاني اللي دار فروف وتصوفوا في اتحاد طنجه. حاول من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة الآن فرصة حاول من جديد من جانب عناصر فريق المغرب الرياضي الفاسي. أداء قابل لأن يتألق وأن يصبح أفضل وأحسن بكثير مع مرور الوقت. شوف معايا هذه المحاولة فرصة ضايعة سروري ثلاثية جميلة سروري كانت بيا لاباس بون كونتر وي كونتر ممتاز ديال واتسون. محاولة من جديد من جانب حجيرة كانت تمشي عند اللاعب زيطري هشام محاولة ديال التمرير ديالو فرصة بعيدة ما مشاش بشكل مناسب
مشاشك الربع الاول سلا. اذا الربع الاول ب 18 مقابل 10 الفريق ديال 8 ديال النقاط. جوله ثانيه مركز انديفيديوال ستريك دايرين المغرب فاسي. احنا شفنا مسروري كونتر ان ولكن محاوله كضيع مباشره لصالح نصر فريق المغرب الرياضي فاسي. والاطلاله من جانب اللاعب ويلسون كيرت بوج. لا هذه محاوله كضيع من جانب بوتشي الحاج مادو. فرص عديده بين الطرفين في انتظار الفعاليه في انتظار ان يشاهد التاقلم. هادو هما لي بير دو بال اللي ما كيعاونوش فريق اتحاد طنجه. محاولات مستمره بين الطرفين. كينيت اداء جيد لحد الساعه. واي السلام واي ثلاثيه. واي تمريره ممتازه عند واتسون. لا ديفونسون. محاولات مستمره بين الطرفين. اداء بقوه. كنتوصلوا الان باحصائيه خاصه بالفريقين في هذه المواجهه. وعندنا احصائيه ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي على مستوى التعامل في هذه المقابله مع ثلاثه ديال النقاط. خير معيس محمد اربعه ديال المرات كتاح لهم فرصه ديال تسجيل سلم ثلاث نقاط. ولا مره كيسجلوا ولا مره كيسجلوا الثلاثيات نسبه ديال 0%. ولكن النسبه الاجماليه عنده 47% نعم. مقابل 20% عند اتحاد طنجه. هذا هو اللي كيخلي الفرق ديال 10 ديال النقاط. بالنسبه للفريق النادي المغرب الرياضي الفاسي بالنسبه للتسجيل سلم جوج ديال النقاط. 13 مره كتاح لهم الفرصه. 8 ديال المرات اللي كيستغلوها النسبه الاجماليه هي 62% سي محمد. هذا هو اللي 13 مره سافادير كانوا كيمشيو لاتاك. نعم. دونك هنا كيتبين بان الديفونس ما كايناش. احسن مسجل كيبقى بتسعود ديال النقاط هو رضا حراس. لاعب اللي كيبقى او بثمانيه ديال النقاط هو بورتر. بورتر تشوجوان اللي سجل ثمانيه ديال النقاط وكيجي في المركز الثاني. ادريسي يونس اربعه ديال النقاط وايضا رضا حراس باربعه ديال النقاط. المغرب الفاسي اتحاد طنجه غالي. اتحاد طنجه الغنيمي هو اللي مسجل اربعه ديال النقاط وتابعوا دولانور ثلاثه ديال النقاط. اذا وفي لي لونسي فرون كاين ان سور دو دونك هنا كتبين ما كانش لو جو انتيريور كثير ولي لي دو بوان 3 سور 15 دونك 29% دونك يبي با دو ريوسيت. سجلوا غير 3 على 15 ولي 3 بوان محاوله واحده على 5. الماس في لونسي فرون ولا في الرميات الاخرى جوج ديال المرات تحت لهم جوج المرات كينجحوا فيهم 100%. سي لا ريوسيت ما كانتش. نعم. اذا 21 مقابل 13 اداء لا اعتقد انه الاداء اللي قدمه فريق اتحاد طنجه في المنافسه. سي لا ريوسيت. لا ريوسيت ما كانتش. ما كان يقدر يكون سكور ايكيليبري. الماس كتحس بانه لاعبين شويه مرتاحين. شاهد معي هنا فوت فوت فوت. هنا دار واحد الرونفيرسومون حبيب توش. اذا غادي يعطيني الحيازه ديال الكره لعناصر فريق اتحاد طنجه عند حجيره. جديد من جانب فريق المغرب الرياضي الفاسي عن طريق رضا حراس ما كانش ناجح في العمليه الماضيه. مبوجي فرص كره لصالح اتحاد طنجه. نعم الاداء اللي نتمنى انه يبقى دائما متالق يبقى جيد من الفريقين معا لان المستفيد الاول والاخير هو الجمهور. الجمهور اللي كيتبع تخيمه يا سي محمد كاين اللي كيقطع الماتشات وكيعطينا الحاله التحكيميه
وكيعطينا ايضا المتابعه الدقيقه لكل ما يحدث في المقابله. تحيه لهاد الناس لان فعلا كما كانوش ذواقين في كره السله كما كانوش عشاق ديال كره السله ما غاديش المجهود الاهميه يعني المجهود ديالهم الشخصي خلف الحاسوب يعني وكيتبعوا كل صغيره وكبيره وكيحاولوا يقدموا الجمهور الكبير. هذه تحيه لكاع الناس اللي كيتبعونا في مواقع التواصل الاجتماعي او للناس اللي كيتبعوا كره السله وعارفين بالقيمه ديال كره السله. اكيد هذا يعني في بعض المرات ملي كتسالي المباراه وكتمشي وكتشوف يعني في لي ريزو سوسيو كتشوف الطريقه ديال التفاعل. ردة الفعل ملي كتكون كيكون واحد الاهتمام كيما جاتك ردة الفعل الواحد كياخذها بجديه وكياخذها بواحد الطريقه احترافيه. وجميل في الامر سواء انتقاد سواء ملاحظه سواء راي شخصي احنا كنحترموا كاع الناس اللي كيتفرجوا فينا وكيتابعونا لانه مهما كنقدروا نخطئوا حتى حنا بشر انتقاد كاملين صايمين لا انتقاد الواحد ما خصوش يحيد ويقول لا ما كاينش لا ياخذوا ويشوف ويأناليزي داك الانتقاد ديالاش وعادي يشوف واش نيت كاين ولا ما كاينش. المهم انه الناس كدير مجهود وكتتبع كاين المشاركه كاين هذا هو المهم التواصل كاين فتحيه للجميع صراحه كاينت وداخل وخارج المغرب داخل وخارج المغرب تابعوا المحاوله تو سجل هنا جيست بون جيست ديال كاينت في المحاوله هذه. اذا رفع النتيجه الان الى 23 للماس مقابل 16 فريق اتحاد طنجه. ماذا يحدث لفريق اتحاد طنجه؟ ها هو دابا ان جو انديفيديوال عندو لانور شد الكره مع طلب باس لا والو دار انتير ضيعها ها هو بورتير شدها دخل مشى بوحدو سجل. اذا 25 مقابل 16 بورتير يبقى لاعبا متحركا. نذكر بان الماس مدعوم بمجموعه من الجماهير ديالو اللي جات من مدينه فاس باش تشجع فريق المغرب الرياضي الفاسي في هذه المقابله. وهناك ايضا بعض الجماهير اللي حاضره ايضا جماهير طنجيه تشجع فريق اتحاد طنجه. هناك ايضا حضور جماهيري للعناصر ديال فريق او جماهير فريق اتحاد طنجه باش دعم اتحاد طنجه في المقابله ديالهم. محاوله تحضير من جانب بورتير بورتير ما عنده حتى واحد نعم او تسجل يونس ادريسي ولكن نعم يسجل سلب بنقطتين وعنده البوليوس عنده الرميه الحره الاضافيه. واحد الساعه فريق اتحاد طنجه باقي ما حاضرش في الدفاع كيف خاصو يحضر هنا حتى المهاجم ديال مغرب الفاسي كيشد الكره عاد كيديروا ديك لابوزيسيون ديفونسيف. إذا النتيجة المسجلة تومور كيطلبوا مدرب المغرب الفاسي وقت مستقطع للماس عنده 10 نقاط بقى 6 ديال الدقائق طلبها تومور كيعطي هدية هدية لزيلكو. شاهدونا فريق المغرب الرياضي الفاسي محاولات لإضافة نقاط أخرى. صور جميلة شوف معايا في موضوع ديال الحكام أيضا مراقبة شاملة وكبيرة. جانب من الجماهير المتابعه لهذه المواجهه وزيلكو يبحث لتحقيق نتيجه ايجابيه في منافسات هذا اليوم. فرصه تسجل هادو هما لي زاكسيون انديفيديال ملي كيصدقوا الواحد كيصفق ولكن ملي ما كي عشرين مقابل 28 تدي الفارق 8 ديال النقاط
مازال ما انتهتش، مازال ما انتهتش. ولا لا كدا حكم غادي يمنح كره جانبيه لعناصر فريق المغرب الريفاسي. هذا حجيره نقدر نمشي معك بعيد ونقول بانه جوج ديال اللاعبين من اقدم العناصر في الباسكتبول ناسيونال ماشي فقط في المقابله. باسم وحجيره. باسم وحجيره فعلا، يعني جوج ديال اللاعبين اللي عندهم واحد تجربه كبيره وسنوات كبيره في تجربه والقاب و... نعم دي تيتر اون نيفو ناسيونال. او لا لا او لا لا او لا لا جميله. او لا لا يعني اداء قوي. جيره ضيعه كان مانغوش يونس ادريس مانغوش جميله. زيركو كيطلب طمور كيطلب وقت مستقطع بورتور. هذه محاوله كتضيع. هجمه مرتده كتمشي من جديد من جنب غيمشي غيمشي الباني غيمشي الباني غيمشي الباني غيمشي الباني كان يعطي من باس كان ياسيوري دو بوان. نعم كان عنده حداف تحت السله كان عنده واتسون 11 نقطة كفريق. هناك وقت مستقطع من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة. زيلكو لا يهدا له بال. زيلكو لا يهدا له بال. اتحاد طنجة باقي ما رجعش لذاك ليكار ديال 5 بوان 6 بوان. المغرب الفاسي غادي بفضل بون المجموعة وكاين لو بلوس ديال بورتير بكل صراحة. رضا حراس تا هو قايم بالشوط الأول جيد. مقابل 20 جانب من جماهير فريق المغرب الريالي الفاسي اللي جات القاعة ديال زياد باش تتابع اطوار هذه المقابلة. سجلات نشاهدوا الرميه الحره الثانيه ان 10 ديال النقاط تسجيل الفريق من جانب فريق اتحاد طنجه. محاولات دور بصوره جيده. نعم يتم تسجيل هذه الرميه الحره. تدليل الفارق الان 9 نقاط محمد. هنا على بعد 5 دقائق على نهايه الجوله الاولى بامكان فريق المغرب الرياضي الفاسي ان يوسع فارقه بامكان فريق اتحاد طنجه ان يعود في المقابله. نعم إدريسي محاولة من جديد فرصة هذه لباسم باسم 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 يضيع. تعود هجمة من جديد لعناصر فريق اتحاد طنجة. حكم يتدخل ويقول أنه كان هنالك خطأ في اللقطة الماضية. ما كانش الكرة بشكل جيد. الفرص العديدة المتاحة اللي بإمكانها تحمل جديد. وي كانت ضاعت. فرصة من عناصر فريق اتحاد طنجة الانطلاق الآن. والبحث لتحقيق النتيجه المرضيه والايجابيه من جانب تشون ان وكاس. رجع الكره ديالو خلف محاوله مميزه ولكن في اخر مطاف لم تحمل الجديد. الاداء القوه الاثاره التشويق الحماس كل شيء يبحث اليوم لتحقيق نتيجه ايجابيه. الرميتين حرتين كان دفع يقول الحكم. وشوف معايا جيره شوف معايا الطريقه ديال مرور الحجيره مع باسم. هاد جوج علاقه قديمه يعني تاريخ كيف كنقولوا 10 سنوات يعني تاريخ كيف قلتي مالك خلي الشرف وحضرت معهم واحد 3 سنين كمدرب. واحد 31 مقابل 22 الاولى ضاعت الحجيره الثانيه كذلك. ويلكينز ريكوبير لا
إذن الفرص مستمرة، محاولات جلب عناصر فريق المغرب الرياضي الفاسي، إمكانية استثمار هذه الكرات بشكل جيد. هل بإمكاننا نشاهد اليوم نقاط أكثر وأكثر في هذه المباراة؟ ديفونس دو زون، نعم، أنتي حط طنجة، تمريرة ممتازة وبرافو للتموضع ديال الباسيم سعدات. هاوي لانترسيبسيون ديال العمراني سمح لها، ولا باس اون لير بليس لو سماش ديال واتسون، اكسيون جميله. كره كانت جميله اسمح لي. 31 مقابل 24، بيردو بال، اول بيردو بال عند مقابله قويه جدا. نصف نهائي، هذا هو اللي سميتو حارق. نصف نهائي جميل، محاولة جيدة. يعني اتحاد طنجة اليوم ما عندوش النجاعة الهجومية نهائيا. لا، وتسرع العمراني في هذه المحاولة ديال تروبا. أداء جميل داخل قاعة سياتل بمدينة طنجة، هذه الجماهير شاهدوا معي تتفاعل باهتمام بالغ وهي تساند الماس. هناك جماهير ايضا تساند فريق اتحاد طنجه. نصف النهائي المثير، مدينه فاس التي تعيش على ايقاع الرياضه، وللاسف كل الاسف ما شاهدناش فريق المغرب الرياضي فاس كره القدم يصعد القسم الاحترافي. الان الانظار على الفريق الذي يمثل المدينه كره السله، بالتاكيد هل بامكانه ان يحقق نتائج مرضيه ايجابيه؟ سنتابع. يونس الإدريسي عنده جنبيات حرة، ويونس الإدريسي بكل صراحة في هذا الشوط الأول داير لقاء جيد، حاضر في الهجوم. واحد وثلاثين مقابل 24، مقابلة جيدة. حاول توسيع الفارق، تشميدي النقاط كفارق. يونس يضيع، ممتاز يونس، ممتاز. كضيع هجمة مرتدة مضادة، كتمشي كرة من جديد عند ديوان ديلانور، محاولة من جديد. جون ويكنز، فرصة خارج القوس، دخول. جميلة لفان ديوين ديلانور الرائع، يتمكن من تسجيل هذه المحاولة. فرص تظل مستمرة بين الطرفين. فرصة ضيعة، رجعت مزيد لفرق اتحاد طنجة. هجمة سريعة، إمكانية ديال العمراني نبيل كيهدم من الكرة المادية. جوج دقائق على نهاية الوقت القانوني. هذوما الاخطاء ديال اتحاد طنجة. نعم كيضيعوا. لا، والفريق المغربي الفاسي عنده 5 فوت، وجوي ان بو انتيريور على لي فوت. دي فرصة جميلة. رضا حراس الثلاثية. بيان روبوند بوتش، بيان. اوه فوت وي. كدع. جيرا كان واجب عليه يدير ان بلاكاج، ولكن برافو ديوف بوتش مشى للروبون. إذا الوقت مستقطع الآن، اتحاد طنجة يتدرس نية هذا الوقت المستقطع، كيف بإمكانه أن يتعامل مع هذه المواجهة. اتحاد طنجة اليوم لنكون واقعيين يقدم كل ما لديه، يحاول أن يكون الأفضل، لكن ماشي يومه، يبان بأنه كاينة شي حاجة ناقصة اليوم. فعالية غير الفعالية ما كايناش. دابا لا، ملي كتكون عندك دابا لي زاكسيون بور ميت أن جوار أون بوزيسيون دو تير كاينة،
ماشي كنلقاو واحد الدفاع صحيح راه كاين على المغرب فاسي بون ما كايناش ديك لا ريوسيت ملي كتخدم لا ريوسيت كتحاول تغير اللعب تحاول تسجل ان انتيريور راهم رجعوا لاتحاد طنجه بلو جو انتيريور هذيك دي بانيي لتحت وشي شويه وقع واحد رالونتي عند بورتير بورتير هو اللي كان هاز المغرب الفاسي واحد 4 مينوت الاخرى وقع واحد شويه رالونتي عنده دو لونسي فرون عند بوتش 26 مقابل 32 منظر من هنا مزيان كتحس براسك غتشارك في المقابل هذه ايضا محاوله تسجل بوج تسجل بوج بارمي لي ميور بيفوري كاينين في البطوله الوطنيه كرة من جديد من جنب على فريق اتحاد طنجة تحضير هدوء جيدة فرصة دو بوا جوج ديال سروري صورة جيدة هذه محاولة رومون اوفونسيف ضال تحضير الان من جانب عناصر فريق المغرب الريالي فاسي الاعتماد على مهارات اللاعب رقم 13 المتألق بوغتير تومور من 58 سكوند زير بوكيت لوطومور او بزاف ديال النقاط ماشي شي فريق ديال لا واحد الوقيته كيف قلت لك راه 70% كان بورتير اللي هاز الفريق وقع واحد رالونتي عند بورتير داك الشيء باش اللي استغلوا اتحاد طنجة باش رجعوا في المقابله ولا هما اللي كيسجلوا المغرب فاسي مابقاش كيسجلوا مواجهة قوية حاسمة العديد من الأشياء حكم في النتيجة النهائية التركيز الديفار طبيخ مشاركة جيدة 20 نقطة لصالح اتحاد طنجة في هذا الربع الثاني مقابل 16 على المغرب الفاسي 34 مقابل 28 هنا كيتبين بأنه هذا الربع الثاني لصالح اتحاد طنجة شي ممكن والمحاولة على بعد 58 سكوند عند لاكسي لا بوسيسيون عند اتحاد طنجة حيازة لصالح فريق اتحاد طنجة الان الانطلاقة من جانب عناصر الطنجوية لتحقيق حضور مميز إمكانية للقيام بأداء أفضل أحسن من بامكانه ان يتالق في هذه ويلكينز ثلاثية في اخر مطاف تضيع واتسون روبون اوفونسيف خزيرة ديلانور خارج القوس خزيرة ثلاثية نعم ديلانور غيمشي الباني غيمشي الباني فوت يونس الادريسي غير هذه على القرار فوت هذا فوت على الادريسي فوت تكنيك شوف القرار فوت تكنيك على فريق الاحتجاج شكور سامي ديالنا زكريا حميم صاع على مستوى الاعاده وشنا اللقطه الماضيه نذكر بان مخرج ديال هذه المنافسات ياسين لوزا الذي يتابع اخبار هذه المقابله النقل ايضا من طرف الزملائي في الشركه الوطنيه لدعم التلفزه المغربيه بقياده هلشري رئيس واحده نتواجدوا قاعه زياتن تحيه ايضا الزملاء المصورين زياد كيحاول يفسر لاكسيون على الاصفر هذا لافوت وعمل
قلت بالميلودي بهاج وايضا المراس. تابعوا المحاولات من صرش صوت حكيم كان وفي البث ايضا فضائي هناك نتابعوا المحاولة. نعم فرصة محاولة اولى لم تكن بالشكل المناسب تسجل ايضا ثانية كذلك هذه ديال لافوت عاد من بعد كاينه تكنيك. دابا اللي مهم في هادشي كامل هو ان 4 نقاط كفريق طنجة يعودون 3 نقاط كفريق لين 3 نقاط كفريق لين لعب واحد اللي كان هز غانمي غيدخل الان غانمي غيدخل الان غادي يخرج جيرا غيدخل غانمي كاين 23 سكوند غيلعب على 23 سكوند هما اللي بقات غادي يكون دفاع متقدم من الماس بطبيعة الحال 23 سكوند محاولة فرصة ضيعة عبدو لالور باغي يدير ان جو انديفيديوال 1 كونتر 1 كان عليه الدفاع 12 سكوند وي مارشي مارشي كاين كاين اذا كضاع العمليه الهجوميه الماضيه 31 مقابل 34 فريق ديال 3 نقاط غادي يشعل الجوله الثانيه غتكون افضل واحسن بكثير سي محمد لان الجوله الثانيه الربع الثالث والرابع كنعتقد بانه التشويق ديالو غيكون كبير وكبير جدا محاوله رجعت من جديد محاوله ونهايه الجوله الاولى بالنتيجه ديال 34 مقابل 31 الجمهور الجمهور اللي كيتفرج فينا على شحال الجمهور نتمنوا نكونوا حسن الظن الجمهور وحسن الظن الضيوف ديالنا حنا حاولنا نقدموا كل ما في المستطاع باش نجاحت هذا التظاهرة اللي عزيزة على الشعب المغربي اللي هي كأس العرش الفرق كنشوف انهم تبارك الله خير الفرق المغربية راه تاريخ كرة السلة المغربية لا اتحاد طنجة ولا المغرب التاسي ولا جمعية السلوية هي فريق تبارك الله كنهني الناس ديالو المكتب ديالو من هذا المنبر لانه النتائج ديالهم ولا البطولات اللي كيحققوا راه دليل ان كاين خدمه مزيانه في هذا الفريق هذا. انتم رئيسا لفريق مجد طنجه هذا هو الاسم مجد طنجه هذا الفريق هذا وقتاش نقدروا نشوفوه في القسم الاول كما هو معروف القسم ممتاز فريق مجد طنجه هو فريق حديث التاسيس نعم. 2018 يعني باقيين السنه هذه اول سنه ديالنا ضروري نمروا من الاقسام كما هي القانون القسم الثالث دابا حنا كنمشيو في القسم الثالث كاين شي بيدجي كاين شي ميزانيه الحمد لله حنا دابا تتعرف ضروري خصها تكون شويه التضحيه ديال المكتب كامل كيضحي كل واحد المستطاع ديالو كرئيس كمسيرين كلشي كيضحي اللي كيعرف شي حاجه اللي قدر لا شي حاجه كيقدمها للفريق والمكتب كامل قايم بالدور ديالو تبارك الله اللي كنشكرهم حتى هما والحمد لله في النتائج ديالنا في القسم الثالث نتائج طيبه ونتمنى ان شاء الله لوبجيكتيف هذا العام هو نمروا للقسم الثاني ان شاء الله السنه المقبله. الله يوفقكم، حنا كنتمنوا لكم كاملين التوفيق لا انتم ولا فرق اخرين، لانه الناس اللي كتخدم والناس اللي باغا تبان ايضا بصوره جيده، حنا كنتمنى لكم التوفيق، كنتمنىكم كان عندي مجموعه ديال الاسئله اللي نقدر نزيد نعطي اكثر لانه كاين بزاف، ولكن مقابله اللي ملعوبه الان فهي مقابله ايضا مهمه جدا. نتمنى التوفيق للفريقين، فريق اتحاد طنجه اللي هو فريق ام ديالنا حنا. احنا لاعبين احنا برافو عليك برافو عليك كتعترف بانه القيمه وفريق يعني ديال المدينه اللي هو مرجعيه في المدينه اتحاد طنجه هو الفريق الاول ديال المدينه نعم. فريق تربينا فيه احنا كاملين راه هذاك هي المدرسه ديالنا وعزيزه علينا والمصر الفريق اللي ديما كنا كنتهنوا
كنت نفسه مع تاريخ راه مصر تاريخ الله يوفقك. شو كتوقع يربح بلنتي هذا؟ صراحة مازال مازال ما بينش مازال ما بينش. سام كنشكرك المشاركة ديالك. مرحبا مرحبا. إذا مشاهدينا الكرام هذه كانت بعض المعطيات من سعد سلام الرئيس ديال فريق مجد طنجة، الفريق اللي مقدم تظاهرة واللي هو منظمة هنا، وبالتالي كان الاستضافة ديالو باش نعرفوا الأجواء الخاصة بهذه المنافسات. سمح من زحزحي سمعنا الآن الرئيس ديال فريق مجد طنجة الفريق حديث العهد، قال بأنه التضحية ديال المكتب المصير، التضحية ديال الرئيس ديالو اللي هو يعني غيحاولوا ما يمكن باش انهم يصعدوا الدرجات وباش انهم يوصلوا قسم ممتاز. التاسيس والوبجيكتيف واللي هو الهدف ديال الفريق واش كتظن بانه سهل انك تنشا فريق وانك توصل قسم ممتاز الان؟ لا، ملي كيكون واحد التاسيس على الفريق وكيكون واحد المكتب اللي الطموح ديالو ماشي يدير فيدراسيون وهو يمشي الى الامام، هذا كيكون غير جاي في صالح كره السله الوطنيه. حنا كنعزوا البطوله بانديه قويه، لان شكون كيقوي الانديه راه كيقويهم بطبيعه الحال اللعابه، وهذا كيكون صالح كره السله الوطنيه. ما غادي يمكنش شي فريق غادي يجي وحنا غادي نقولوا لا ماشي ما خصوش يجي، بالعكس. فرجعوا للمقابله الان سي محمد، رجعوا للاطوار ديال المواجهه وكنتابعونا جون ويكلز كيحاول ما امكن انه يمرر، ولكن في اخر مطاف كيضيع. جون ويكلز كيبقى من الاسماء المعروفه يعني في المنافسات. امر اخر اللي عجبني في التصريح ديال الرئيس ديال فريق مجد طنجه، قال بانه اتحاد طنجه هو الفريق المرجع ديالنا، هو الام ديالنا، هو الفريق اللي كنبغيوه بواحد الدرجه كبيره، ولو انه يعني رئيس ديال نادي اخر الان اللي هو فريق مجد طنجه، ولكن كيعترف بالجذور، كيعترف بالانتماء، وكيعترف بالقوه ديال فريق اتحاد طنجه. بطبيعه الحال ما غادي واحد الرئيس تواضع كبير هنا غادي يكون فعلا. محاولات مستمره، فرصه لا محاوله وي بون روبون ديال السلام. نعم بون روبون. 40 مقابل 36 سي محمد في المقابله ديال اليوم، وحنا كنتابعوا المواجهات الخاصه بهذه المنافسه. كنذكر بانه فريق مجد طنجه هو الفريق الذي ينظم هذه المنافسات الخاصه بكاس العرش هنا بمدينه طنجه، يعني تحت اللواء ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره السله. وحنا كنتابعونا الطريقه ديال تسجيل هذه النقاط مع نصير الطنجاويه لحد ساعه امسيه خاصه يعني واحد ممكن يتكهن بالنتيجه، النتيجه النهائيه ديال هذه المنافسه. قطع على العمراني استمرار التباري بين الطرفين. بون كونتر. محاولة من جديد من جديد مع ناصر فريق الاتحاد طنجة. لولو لقطة شبيلة جدا سي محمد. 40 مقابل 40، تعادل الان. المشهد اللي يمكننا نشوفه هو العمراني بعد ما سجل هذا السله هذه دار باساج اون فورس على الحكم باقي. شنو وقع في المقابله؟ علاش الماس كانت متقدمه في النتيجه ومن بعد رجعت؟ لان كانت غاديه بلعاب واحد وهو بورتير، كيف قلت لك في الاول غادي 70% وكان كيعاونوا رضا حراس. نعم. منين بورتير شويه طفى في الريتم ديالو اتحاد طنجه استطاعوا باش يرجعوا في المقابله، هما اللي كانوا منتصرين في الربع الثاني. محاولات مستمره وتسجل اتحاد طنجه اتحاد طنجه يعود في مباراه اليوم ويحقق التقدم في نتيجه 41 مقابل 40. 41 مقابل 40 مسجله في الصبوره الالكترونيه الان. كره من جديد، تقدم ديال فريق اتحاد طنجه ذكر بين الاستاذ دقائق 12 ثانيه المتبقيه على نهايه تفاصيل هذه او هذا الربع الثالث. محاولات مستمره
في الدور النصف النهائي المثير بين الماس وارتي. متابعة مواكبة المنافسة مواكبة الحدث. وي فوت 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 ديال غانيمي بوزيسيون ديفونسيف خطأ كان واجب عليه يديرها زياد ان جو دو جومون اريير وخليه. إذا جوج ديال الرميات الحرة الآن لصالح فريق اتحاد طنجة. مشروع احتفالية خاصة داخل القاعة مع عودة فريق اتحاد طنجة الذي يحقق لحد الساعة تقدم في النتيجة مؤكدا على أنه بإمكانه أن يكون الأفضل والأحسن. تابع هذه المحاولة. نعم روالون سيفرون كيديا والمغرب فاز. محاولات تعادل فرص سمراء. هذه جميلة زواني جيمي 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 كيدخل جيمي يضيع رضا حراس وقلاء لا روزن فوتين كمبير رضا حراس. زياد حديث مع رضا حراس مشكل جيمي لا إلى ترو فورسي لوتير محاولات مستمرة فرصة أو تسجل لاعب متمكن جيمي ولاسنا لشادو زيكو فرص من جانب عناصر فريق المغرب الرياضي الفاسي تحضير خارج القوس الآن داخل القوس فرصة 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 ضيعة كان برافو لا 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 من سيدريسي الطريقة باش مشى نعم مشى باش ياخذ لي دو لونسي فرون وخداهم ما كانش ديفونس على الكولوار. 41 مقابل 42 فارق نقطة واحدة سي محمد ليرتي فريق اتحاد طنجة يتقدم في النتيجة في الوقت للمغرب الريالي الفاسي بداك يقوم بأخطاء لا موفيز ريشيت في لونسي فرون عند المغرب الفاسي هذا لونسي فرون الرابع اللي كيضيع عرف هذا الرابع الثالث ادريسي يسجل تعادل 42 مقابل 42 5 دقائق متبقية على نهاية الربع الثالث نذكر بأن النتيجة 42 مقابل 42 و5 دقائق بالضبط متبقية على نهاية الربع الثالث يونس إدريسي هو اللي دابا هز الفارق ديالو غير كتجي الكرة كيحاول يدير دو باني ان كونتر ان وحصل المرة الثانية على التوالي دو لونسي فرون اخرين حاول تسجل 43 نقطة للمغرب الرياضي الفاسي حتى ساعة المغرب الفاسي غادي بيلون صفر مقابل 42 نقطة لصالح فريق اتحاد طنجة برواس يركات سجل يونس إدريسي محاولات مستمرة شادو باس الفرص اللي بإمكانها تحمل جديد باساج عبيد عن اتحاد طنجة خلال العناصر في فريق المغرب الرياضي الفاسي ودائما يبقى عنصر التجربة والخبرة وبورتا
اللاعب المتحرك المتمكن اللي بامكانه انه يحقق نتائج في اي لحظه. برافو يونس إدريس في العمليه هذه. كره من جديد ولولو تسجل تسجل فرص شادونا حاولت دو لونسي فرونتي على طنجة. سوربي مقابل 44 تضيع تضيع المغرب الرياضي فاس يعود وايضا فريق اتحاد طنجة يضيع نقاط. زواني يضيع يضيع ما فهمتش هاد الفرص تضيع بهذه الطريقة سي محمد نوعا ما نوعا ما كتخلي له هو الكاء بياسر كان يجيب تعادل عطيت يعني المقابلة ما كتمشيش من سماسة 44 مقابل 44 محاولات من جانب عناصر فريق المغرب الرياضي الفاسي سروري سروري ما شفناش في هذه المقابله نعم سروري معروف الثلاثيات سروري السريع الحال ما دخلش ماشي ما شفناش فرقات الملعب نعم. هنا الخطا عاوتاني ديال الغانمي كيطلع وكيدير تروا فوت نذكر بالنتيجه ونذكر بالتوقيت 46 نقطه الفريق المغرب الرياضي الفاسي كتصبح 47 نقطه الان 47 نقطه المغرب الرياضي الفاسي مقابل 44 نقطه الفريق اتحاد طنجه ريتما نشوفوا النتيجه على الشاشه بعد لحظات اكيد نذكر بانه 47 نقطه المغرب الرياضي الفاسي مقابل 44 نقطه لصالح فريق اتحاد طنجه والمتبقي على نهايه الربع الاول فهو الربع الثالث فهي 3 ديال الدقائق 50 ثانيه أيه. يعني الان 48 نقطه مقابل 44 نقطه نعم 48 للماس مقابل 44 لاتحاد طنجه اتحاد طنجه المغرب الفاسي هذه المحاوله اربعه ديال النقاط كفارق الان المغرب الرياضي الفاسي يحاول من جديد التقدم في النتيجة هل يمر المغرب الرياضي الفاسي أم يمر فريق اتحاد طنجة لا محاولة طنجوية فرصة فرصة تمرير جا اليسرى إمكانية ديال رفع الكرة داخل منطقة الجزاء المنطقة أو المقوى ديال القوس محاولة من جديد كضيع بورتر شوف معايا شوف معايا سي محمد طريقة هذه كرة من يونس فرصة فرصة رايت رايت نعم أوه كاين 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 دفع 48 44 سي محمد نتحدثوا الآن بواقعية المقابله مازال ملعوبه مازال ما نعرفوش شكون البطل مازال كلشي متاخر غير ولكن هنا الاداء ديال الفريقين سي محمد شنو التعليق ديالك على الاداء ديال الفريقين هنا دابا كنشوفوا ما يمكنش فريق باغي يلعب على اللقب هو كيدير هاد لي بير دو بال دو بير دو بال ممكن الفئات الصغرى هما اللي كيديروهم يا في الموفيز باس اون توش ديال الحجيره وكانت بوزيسيون ديال لابال عند اتحاد طنجه باش يمكن يدير دو بوان هنا عاوتاني كانت عندهم بير دو بال بيناتهم واحد اللي كيلعب في هذا المستوى هذا خصو يحاول يتفادى لي ديشي 48 مقابل 44 فارق 4 ديال النقاط مشاهدينا المغرب الرياضي الفاسي متقدم على حساب فريق اتحاد طنجه بفارق 4 النقاط 48 44 والبورسونتاج ريوسي دو لونسي فرون على المغرب الفاسي ضعيف بزاف راه في الشوط الاول 8 على 14 سروري سروري يضيع ماشي اليوم ديالو نهائيا ما سروري اللي كنعرفو ماشي ما دخلش المقابله اليوم
نتمنى ما يكونش شي مانع عنده. كرة ماشي ديال الماس. لا جيمي هنايا اللعب جو انديفيديال رجع ليه. مشى عنده طوال ديفونسور ومشى هذه فرصة. وملك يضيع والآخر. تعود من جديد. لعناصر فريق اتحاد طنجة. فرصة لبناء العملية الهجومية من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة. تحضير 48-44. الصراحة المستوى نزل شوية في هذا الربع الثالث. ما بقيناش كنشوفوا ذاك لو جو. الشوط الأول كان متحرك أحسن. الشوط الأول كان أحسن. ما كنشوفوش. ديزيكرون بلوكاج باش نخليو واحد اللاعب هو اللي يخرج. يكون عنده أنتي روفير. هنا صعيب الواحد كاع باش يعرف باش يمشي سيستم لادي. يوسف شيل حجيرة 45-48. تقدم ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي على حساب فريق اتحاد طنجة. والنتيجة 48-45. حنا كنتابعوا الان هذه المحاولة. فرصة نذكر بانه تبقت دقيقة 50 ثانية على نهاية الربع الثالث. هذه محاولة نبيل عمراني يلعب الكرة ديالو. مراوغة ممتازة نبيل عمراني. فرصة تعطلوا بعض الشيء. وكيسجل طنجة. تعود فريق نقطة واحدة 47-48. لا مباراة جميلة صراحة سي محمد الان. لقاء جميل. فوت وي كاين فوت كاين. فوت لصالح مبوج. جوج رميات. زيلكون بعد ما رد دولانور في رقعة الملعب اتحاد طنجة رجعوا في السكور ورجعوا في المقابلة 48-47. خطأ. مقابلة مثيرة. نذكر بقى دقيقة 26 ثانية. العداد متوقف على دقيقة 26 ثانية. والنتيجة هي 48 نقطة للمغرب الرياضي الفاسي مقابل 47 نقطة لصالح فريق اتحاد طنجة. وتسجل أيضا النقطة 49 فريق المغرب الرياضي الفاسي مقابل 47 فريق اتحاد طنجة. إذا 49-47. دولانو. هذه محاولة. تسجل تعادل 49-49. دقيقة 4 ديال الثواني على نهاية الربع الثالث. 49-49 الآن. دخلنا في الثواني الأخيرة. 55 ثانية. رضا حراس يلعب الكرة ديالو داخل القوس. كيخرج الكرة ديالو. هذه محاولة. المغرب الرياضي الفاسي كانت كيتمكن من إعادة الأمور. إذا ثلاثة ديال النقاط 52 للمغرب الرياضي الفاسي مقابل 49 نقطة لصالح فريق اتحاد طنجة. 52 نقطة المغرب الرياضي الفاسي. ذكر 35 ثانية متبقية على نهاية الربع الثالث. محاولة من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة. تحضير فرصة تسجل. برافو العمراني. نعم تسجل. لا باس ديسيزيف ديال اسيست ديال جيرا. هذه محاولة ممتاز حكيم. خطا كسر زياد. على حجيرة نقطة.
فريق نقطة واحدة 52 نقطة للمغرب الرياضي الفاسي و 51 نقطة لصالح فريق اتحاد طنجة وثلاثة ديال الثواني على نهاية الربع الثالث والماس واتحاد طنجة في صراع بين الطرفين حاول من جديد تسجل فرصة وحاول يونس إدريسي كضيع ونهاية الربع الثالث تابعوا هذه المحاولة توصلنا في هذه اللحظات بالإحصائيات الخاصة بالربع الثالث سي محمد ممتاز لإدريسي هذه المحاولة البورسنتاج ديال اتحاد طنجة تحسن طلع ل 35% وديال المغرب الفاسي هو اللي نزل 32% هذاك هو اللي خلاه باش اتحاد طنجة رجعوا شوية في المقابلة في هذا الربع الثالث إذا المشاهدة الكرام دائما أنتم معنا في بث مباشر عبر القناة الرياضية والرياضية اش دي لايف نذكر النتيجة المسجلة لحد الساعة فالنتيجة هي 55 للمغرب الرياضي الفاسي أقول 55 للمغرب الرياضي الفاسي الآن كتسجل السلة هذه كتصبح 52 نقطة لاتحاد طنجة 55 للماس 52 نقطة لاتحاد طنجة 9 ديال الدقائق 41 ثانية متبقية على نهاية الوقت القانوني لهذه المقابلة ككل 9 ديال الدقائق 40 ثانية الروبون اللي ضاع للمغرب الفاسي غادي نشوفوا الطريقة والأسلوب اللي ممكن يقدموا فريق اتحاد طنجة باش يرجع في المقابلة وأيضا كيفاش يقدم نفسه فريق المغرب الرياضي الفاسي باش ينتصر في هذه المواجهة محاولة من جديد عند رضا حراس يلعب الكرة ديالو ليبورتير يلعب كرة البورتير يلعب الكرة الجيدة الآن بإشراك اللاعب المتألق اللي هو كينيث رجعت كرة من جديد لاتحاد طنجة هجمة مرتدة مضادة محاولة دويل لاثان يضيع ما لا يضيع كان يعطي لاباس كان دولانور كان يعطي لاباس كان مشى العمراني كان يوقف يعطي لاباس زيلكو غير راضي على التصرف اللي قام به دار اون اكسيون انديفيديال ديلانور هذا زيلكو على الصوره وهذا ديلانور اللاعب اللي ومع ذلك ومع ضيع زيلكو كيهن اللاعب وكيشجعو غاديش يعاتبوه ما يطيحلوش المعنويات بطبيعه الحال شوف معايا هذه المحاوله بورتير انا اون فوت غراتويت هذا بورتير هذا اللي كنشوفوا على الصوره الان من احسن اللاعبين في المقابله تحركا وتنقيطا لو جو انديفيديال هو بطبيعه الحال المحاولات الفرديه بورتير راه ما شفتوش داير هنا ان سيستيم دو جو كوليكتيف باش احنا شفنا الطريقه ديال باش مشاو دار ان تير فلوتر واخا هذه النقطة رقم 56 المغرب الرياضي الفاسي مقابل 52 اتحاد طنجة 56 مقابل 52 لا في هذا الرعب الأخير لا بورتر رد ديك لانتونسيتي ديالو وديك لا فيتيس غادي يعاون الفريق ديالو لا كاين مشكل في التوقيت خصهم يصلحوا داخل القاعة شاهدوا هنا محاولة ضيع العمراني هذا الباني هذا بورتال محاولة ثانية شاهدونا الفرصة رجعت من جديد على السير ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي بورتر كيلعب هنا اللاعب ديال كينيث سبق الكرة كينيث هو مشى وخلى الكرة ثلاثية لا ضيعة هذه فرصة من جانب رضا حراس فوت ديال الحجيرة كاينة بيان فيو اربيت سبعة وخمسين نقطة للمغرب الرياضي الفاسي مقابل 52 نقطة مقابل اتحاد طنجة عنده عامرين فوت راه عندهم لعاب عنده 4 فوت وربعة اللعابة عندهم 3 فوت وي مقارنة بفريق المغرب الرياضي الفاسي جوج لعابة فقط اللي عندهم 3 فوت هذا كيبقى امتياز داروا اخطاء بزاف هنا كيبقى امتياز للمغرب الفاسي
وخاص اتحاد طنجه اللاعبين ديال اتحاد طنجه يحتاطوا يلعبوا نوعا ما ما يكونش التدخلات ديالهم غير معقلانه ولا ما مركزاش بشكل كبير. لا 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 حكم عطاء صراحة برافو لأنه جست ولا كنسموه تصرف نبيل منه يعني شاف أرضي مبللة وبالتالي مشي يتوجه باش القيام بالمهمة محاولة الآن من جانب عناصر فريق المغرب الريالي الفاسي هذه فرصة من بورتر كضيع له الكرة كتصبح من جديد عناصر فريق اتحاد طنجة الآن بداية ديال بناء العملية الهجومية محاولة شوف معايا الطريقة ديال البناء جيرا هاد لاكسيون مهمة خارج قوس داخل القوس من حجيرة او لا لا يضيع شوي كاس ممتاز صراحه لاعب غير هو الفعاليه غيمشي غيمشي رضا غيمشي قوه كبيره في النقطه الساده المشاهدين اللي كيلتحقوا بنا في هذه اللحظات نذكر بالنتيجه 57 نقطه للماس مقابل كضيع مقابل 52 نقطه لاتحاد طنجه 57 للماس 52 لاتحاد طنجه محاولة نذكر بينه 7 دقائق 18 ثانية متبقية على نهاية الوقت القانوني نعم جاست نعم تسجل جاست 3 بوان في الوقيتة اللي خصها تجي 57 مقابل 55 فرصة رضا حراس 57 رضا حراس وحده كيحاول يدير لي بينيتراسيون ان كونتر ان كانت وي ممتاز ادريس فهم حقيقه ادريسي داير ان اكسيلون ماتش لا ماشي باس Deux points. Score 59-57 à la boîte Stade Dakhaï. Le Sarih le Maghrib Fassi. Bonne passe Idriss. Idrissi qui est dire marqueur, qui est dire passeur, qui est dire rebondeur. دولانور نعم هذه كرة تضيع دو بوا عام 59 مقابل 61 مشاهدة كرام هنا شفنا غير ان ديال ادريسي اتحاد طنجة 59 نقطة الماس 61 نقطة حاول رضا حراس كيحاول كترتطم الحلق 59 نقطة للاتحاد طنجة 61 نقطة المغرب الريالي الفاسي اللي كيسول على التوقيت 5 ديال الدقائق 35 ثانية المتبقية على نهاية الوقت القانوني للمقابلة 5 ديال الدقائق 35 ثانية والمغرب الريالي الفاسي عنده 61 نقطة واتحاد طنجة عنده 59 نقطة محاولة من جديد فرصة فرصة
فرصة من جانب جوريكس. إمكانية ديال الانطلاق الآن من ضيعة رضا حراس يلعب الكرة ديالو، فرصة للماس تحت السلة، رضا حراس يسجل يسجل. ناويل كنت 63 نقطة للمغرب الرياضي الفاسي مقابل 59 نقطة لفريق اتحاد طنجة. دولانور هذه محاولة من جديد، فرصة فرصة للعودة. لا كبضيع محاولة تسجل 61-63 محمد، 61 نقطة لاتحاد طنجة، 63 نقطة للمغرب الرياضي الفاسي. سيوجن زيلكو وبلال فايد في هذه المقابلة هذه. كتحس بأنه الإيقاع ديال المقابلة ماشي سهل. فرصة فرصة من جاني بورتر. لا محاولة بعيدة. نعم بعيدة، كترجع من جديد عناصر ديال فريق اتحاد طنجة الآن من جانب جون ويكيز. هجمة مرتدة، هذا ديلانور، فرصة لمن خارج القوس. محاولة كترجع عند حجيرة، حجيرة حجيرة، كرة لمن يشاهدون هذه المحاولات. لا 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 لا، ماذا يقول الحكم؟ جورج ديال الرميات الحرة، هذا واتسون واتسون هيرت واتسون هيرت على الصورة. لاعب متمكن ويحصل على جوج ديال الرميات الحرة. السجيل ديالهم كيعني ان فريق اتحاد طنجة بامكانه ان يحقق التعادل. هنا شنو رايك؟ هنا دار واحد الشونجمون زيلكو، خرج الجراح، الجراح كان غادي في المقابلة. تسجل تسجل ان بوان. لا لا، نقطة واحدة. زيكو كيطلب التشجيعات ديال الجمهور. جميلة جميلة، الجمهور كيطلبوا بلال بطبيعة الحال. نقطة اللي سجل اتحاد طنجة مقابل 10 نقاط المغرب الفاسي فهاد 6 دقائق في الربع الأخير. منافسة قوية مثيرة. إذن صور جميلة تعيدنا اللحظات الخاصة بهذه المواجهة. مقابلة مثيرة جدا السادة المشاهدين. النتيجة 63 نقطة للمغرب الرياضي الفاسي مقابل 63 نقطة لاتحاد طنجة. 63-63 تعادل ياك. 4 ديال الدقائق 11 ثانية، كيف كنشاهدوا الآن في السبورة 11 ثانية، 4 ديال الدقائق 11 ثانية. اللقاء مثير، المقابلة ماشي سهلة، لأن اللي غينتصر غيتأهل النهاية وغيلعب النهاية ديال كأس العرش. يعني صعبة المهمة لحد الساعة. النتيجة لصالح المشاهد فعلا الحمد لله. الجمهور اللي كيتفرج فينا وكيتابعنا، النتيجة غتخلينا نعيشوا معاه التشويق. هذه محاولة فرصة من جانب عناصر فريق المغرب الرياضي الفاسي. 6
استعانه ايضا بالخبره ديال لاعب كيلير. غيدير ان كونتر ان كونتر ان. يونس يسجل. فيش لافوت. يونس سجل. النتيجه المسجله لحد الساعه 65 نقطه. جراوند ماتش مقابل 63. فرصه. مقابله كبيره داير يونس. نعم. تسجل تسجل 66 نقطة للمغرب الرياضي الفاسي 63 نقطة لفريق اتحاد طنجة. 3 ديال الدقائق 40 ثانية على نهاية المقابلة. 66 نقطة للماس 63 نقطة اتحاد طنجة. ويكنز يضيع. كومور وقت مستقطع الان لتدارس ما يمكن تدارسه من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة. سي محمد بداو كيشوفوا الوضعيه بدات كتاخذ منحه شويه سوسه. واحد الوقيته زيلكو دار شونجمون لويلكنز ورجعت اتحاد طنجة رجعوا في المقابله. دابا رجع منين رد ويلكنز دو بوسيسيون كانت عنده ضاعوا. هنا كنشوفوا العملية ديال يونس إدريسي فوالا الطريقة باش دار على المدافع ديالو. هاديك لا بلونش مش لا فوت. يونس إدريسي اللي كان مسجل 13 نقطة في حدود الربع الثالث. جانب من الجماهير التي تتابع مباراة اليوم بأمسية خاصة هنا بمدينة طنجة. الجماهير الطنجاوية التي أتت لمتابعة هذه المواجهة وهذا اللقاء. الجماهير التي تتابع عن كثب ما يحدث داخل القاعة. قاعة الزيتون القاعة الجميلة المعروفة التي تحتضن فعاليات مباراة كأس العرش دور النصف النهاية وأيضا النهاية. نعرج إلى المقابلة الأولى دكور نصف النهاية المثير والقوي في انتظار النهائي المرتقب يوم الاثنين ان شاء الله. تابعونا عبر قناة الرياضية والرياضية اتش دي لايف لمتابعة الأداء المميز من جانب السيدات وأيضا من جانب الرجال. نذكر النهاية الأولى تم التعرف عليها يوم أمس قبل السحور بنصف ساعة مباراة النادي المكناسي وفريق شباب ريف الحسيمين. نهائي حارق بما تحمل كلمة معنى. في انتظار أيضا نشاهدوا الأداء اللي ممكن أنه يقدموا لا فريق اتحاد طنجة ولا فريق المغرب الرياضي الفاسي في هذه المباراة. انتظار المقابلة المقبلة أيضا المقابلة اللي نتمناو أيضا نشاهدوا الإثارة والتشويق والحماس. تسجل 4 بوان مهمين عند المغرب الفاسي. لا لا هذه ماشي كرة بيان سور. لا جو انديفيديال دو لانور. رجعوا للجو انديفيديال اتحاد طنجة. اشك كبير الاداء مميز. جو انديفيديوال هنا دولانور دار دوز اكسيون انديفيديوال بير دو بال. كان باغي يجيب هو السكور ويجيب هو الباني. دو بوسيسيون ضاعوا لاتحاد طنجة. محاولات مستمرة. شاهدوا الفرصة. غيلعب الباني بورتر. غيلعب الباني فوالا. غيلعب الباني. باين باين. تسجل. بوزيسيون ديالو. 63 مقابل 63 محاولة من نبيل العمراني وتضيع.
جوج دقائق 29 ثانيه المقابله مشات للكيدر اللي ضاعت باقي جوج دقائق 24 ثانيه اسمح 6 بوين 6 بوين وجوج دقائق 20 ثانيه باقي 6 بوين كنقول لك 6 بوين اللي كانت في الاول نعم فوالا تسجل اتحاد طنجه وما سجلوش ولكن 6 بوين اللي باقى لحد الساعه ما بين الفريقين جوج دقائق و10 ديال الثواني هذا بورتور كيحاول يمر يرجع كره او ترتطم الحلق وماذا يقول الحكم كنا غادي نشاهدوا 14 ثانيه كاين وقت مستقطع لان الطريقه باش كانوا كيديروا لي زاكسيون اوفونسيف في هاد لي 5 دينيير مينوت اتحاد طنجه ماشي الطريقه باش لعبوا الشوط الثالث كنبقاو غاديين في ذاك النهج ديال الربع الثالث كان ديما يكون تكافؤ المغرب الرياضي الفاسي اتحاد طنجه 69 مقابل 63 جوج ديال الدقائق متبقيه على نهايه الوقت القانوني لهذه المقابله إثارة التشويق الحماس الندية كل شيء بإمكانه تكون حاضر الآن طمور محلو طلبوه زيلكو لأنه بدا كيشوف لأنه ما بقاو غير جوج خصو كيفاش يجيغ المقابلة أو كيفاش يسير المباراة ديالو الآن اتحاد طنجة في هاد لي 5 دينيير مينوت كان عندهم بوكو ديشي ديال النقاط على بواحد جوج ديال الدقائق محاولات مستمرة جيمي كضيع حاول من جديد فرصة كترجع عند عناصر فريق اتحاد طنجة ديلانور غاليمي وفي آخر مطاف كتضيع هذه المحاولة اسمح لي غاليمي احتفظ بالكرة بشكل كبير اسمح لي أنا قلت لك في لي 3 دي ماشي لي 3 كاع لي 5 دينيير مينوت اتحاد طنجة ما بقاوش في المقابلة مني وقع واحد الشونجمون راه قلتها لك قبل ديال فاش خرج حجيرة ولات ان بيس دو روندمون عند اتحاد طنجة واستغلوها المغرب الفاسي فوالا فوالا هو يمشي محاولة بورتير كضيع رجعت من جديد نبيل عمراني يحافظ على الكرة ديالو نبيل يلعب الكرة ديالو فرصة ضيعة كترجع من جديد تسرعوا ما بقاش اللي شد الكرة كيبغي يمشي يسجل كيبغي يردوا السكور بلو فيت هي توجور 6 بوان سته ديال النقاط دقيقة 17 ثانية باقي اللعب لأن جوج رميات فرات رجعك في المقابلة هنا شاهدوا قرار ديال الحكم فوت ولكن دو لونسي ماشي دو لونسي فران لا بالون توش كاين غير اون فوت عند المغرب الفاسي إذا كرة لصالح راس فريق المغرب الرياضي الفاسي نذكر بأنه ثلاثة ديال اللاعبين في صفوف فريق اتحاد طنجة عندهم أربعة ديال الأخطاء هذه محاولة ديلانور فرصة طنجاوية كضيع غير محظوظين صراحة واحد الوقيته صافي دوبي والمغرب الرياضي الفاسي كيقدم نفسه الكرة 56 ثانية 55 ثانية الآن ثواني الماس غيلعبوا ما مخلينو كيدير سميتو فوالا كيضيع الوقت ديالو هو مشى الباني دو بوان بورتور فوالا يسجل دو بوان يسجل وقت مستقطع الان تري موفيز جيستيون اتحاد طنجة في 5 دينيير مينوت لا 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 بدات كتضيع المقابله الفريق تاعنا قلت لك 3 مينوت اللي ناو باين الفريق طريقه باش غادي ما يمكنش يرجع ما غنعرفش بحالك اسي ما نعرفش بحالك كمدير لاعب واحد اللي كان عنده اليوم ممتاز عند المغرب الفاسي وهو يونس ادريسي هو اللي كان كيجيب السكور ولكن كان انا كنت كنقول بانه اتحاد طنجه باقي جوج دقائق يقدر يعاود يرجع في المقابله هذا الباسكيت ماشي شي رياضه اخرى ولكن ملي كدير 3 زاكسيون متابعين وانت كدير فيهم دي ديشي ماشي كدير محاولات الباني كتضيع الكرات كيبين واحد
تراجع الاداء. مقابله ماشي سهله. الماس يريدون تعويض اتحاد طنجه تقول موسي لحد الساعه اتحاد طنجه الواضح على انه فعلا كان ممكن ينتصر بكل صراحه. ما نقولوش هنا زعما كانت عنده الامكانيات باش ينتصر. كان اللعابه تفادوا دوك لي ديشي شويه دوك الاخطاء لي بير دو بال وكانت ناقصه لا ريوسيت خاصه في ذاك الشوط الاول. 45 سكوند يا 8 بوان دونك بالون توش. ضاعت 3 بوان. Trente secondes, ouais, faute. Ça sert à rien d'avoir la faute d'air, Radit Z. Surtout la porteur, Radit Z 10 points. Cinquième faute d'Yal Amrani. إذن خروج اللاعب نبيل العمراني من جانب فريق اتحاد طنجة. كذلك دولانور ودخول زايتري. 26 ثانية متبقية على نهاية الوقت القانوني لهذه المواجهة. ويزيد الماس عميق جراح فريق اتحاد طنجة بتسجيل لهذه النقطة 72 مقابل 63. محاولة أخرى تسجل 73 10 ديال النقاط كفريق. برافو المغرب الفاسي. نعم الماس عرفوا كيفاش يتعاملوا مع المقابله. كنعتقد انه الملامح ديال القمطر التقني ديال فريق اتحاد طنجه تختزل العديد العديد من الاشياء سي محمد. تختزل العديد من الاشياء في هذه المباراه. شاهدونا المحاوله يعني الاخيره 73 مقابل 63. غادي نشاهدوا هذه الرميه الحره. شوف الملامح شوف الملامح ديال ديلانور. غير راضي على النتيجه المسجله. هنا تعميق الجراح. شوف معايا شوف معايا الصور. المغرب الفاسي اليوم عندك بورتير عندك يونس ادريسي عندك كينيت عندك رضا حراس كلهم كانوا في واحد المستوى عالي. او تسجيل ايضا. شوف هنا الملامح كتختزل العديد من الاشياء. يعني في الوقت اللي الفرحه في الدكه التحتيات الاخرى للمغرب الرياضي الفاسي الذين يسيرون نحو النهائي. 6 ثواني 5 ثواني 4 ثواني 3 ثواني ثانيتين وينتهي اللقاء 75 مقابل 63.